أعرفكم بنفسي كمان مرة، أنا اسمي ماجد البقور من شركة أمنية. اليوم رح نتحدث مع بعض عن موضوع السايبر سيكوريتي. رح نتطلع بمجموعة من السايبر سيكوريتي أتاكس اللي بتصير بالعالم وبالريجن وبالأردن عنا تحديداً، وليتر أون رح نتطلع كيف الأتاكس والهاكرز بيشوفوا الويب سايتس تاعونا بعين مختلفة عن العين اللي احنا بنطلع عليها بالوضع العادي. فنبدأ مع بعض بأول سلايد. السلايد الأول تحكي من فيلم ولا يهمك. هلا خلينا نمشي فيهم. هلا راح نحدد ايش معنى كلمه سكيورتي وايش يعني سايبر سكيورتي. هلا لما نبدي بالاتاكس راح نطلع باول شيء انا حبيت افرجيكم اياها من فيلم سنه 1983، اسم الفيلم ذا هاكينج. الفيلم كان يتطلع ويحكي عن اول ناس حكوا عن موضوع السايبر سكيورتي وكيف الاختراقات بتتم. هلا اليوم اول سؤال سالناه هون ايش الفرق بين كلمه سكيورتي وكلمه سايبر سكيورتي، ولا وفي كلمه ثالثه كمان اسمها انفورميشن سكيورتي. كلمة security هي معناها أن you keep something confidential و accurate و available. This is what we call security. إذا جمعنا لها كلمة information, information means anything as a process, asset, أي شيء بيحتوي على information. فبيكون information زائد security. المعلومة الكبيرة المهمة هي موضوع cyber security. Cyber security موضوع أعم من كلمة information security. بيشمل الناشونال سيكيورتي، بيشمل الفيزيكال سيكيورتي، بيشمل كل جزئيه من الجزئيات اللي ممكن تعتبر بروسيس تفيدنا بموضوع السايبر بموضوع السيكيورتي. فالسيكيورتي اذا ضفناها التكنولوجي والبروسيس وحطينا الناشونال اسبيكت فيها بيصير اسمها سايبر سيكيورتي. فخلينا نبلش باتاكس معينين نطلع فيهم. بالزمانات كان الاتاكس والهاكرز كان الهدف الرئيسي منهم انسان ذكي واحط صوره اللوجو تاعي كهاكر، قد تكون جمله وكم من كلمه وانا شاطر واخترقت الموقع الفلاني. Things have been changed. باخر سنتين الاتاكس تغيرت تماما. لو جينا طلعنا ايش الموتيفيشن بيهايند الاتاكس، صارت اكثر من 80% من الاتاكس هدفها فاينانشال، هدفها كرايم، هدفها اني احصل على مصاري من الاتاكس اللي انا اعمله. لو جينا اطلعنا على ايش الاتاكس، الهاكر بيطلع او بيعمل اتاكس. بالزمانات كان يحاول يعمل على الشركات، اليوم things have been changed. الاتاكس عمالها تتجه باتجاه الاشخاص، they attack people individual. فانا بدل ما اخترق شركة اكس بخترق الموظف اللي بيشتغل بالشركة اكس، بخترق العميل اللي هو مستفيد من الخدمات تاعت الشركة اكس. فانا بكون قادر اني اوصل للشركة هاي عن طريق عملائها او عن طريق الموظفين تاعونها. كمان الاتاكس صارت كومبليكيتد اكثر. بالزمانات كانت الاتاكس تتمحور حول الويب والابلكيشنز بشكل عام. هلا الايام هذه معظم الاتاكس 34% من الاتاكس عمالها تكون مالوير ورانسام وير، بحيث انه الهاكر يحصل على فاينانشال جين مباشر، يحصل على مصاري مباشره من الاتاكس تاعه. طيب اليوم ايش اللي زاد الاشي صعوبه؟ اللي زاد الاشي صعوبه هو الموبايل ابلكيشن. وجود موبايل ابلكيشن، وجود هاندسيت، كلياتنا اليوم موجود معنا هاندسيت، يا اندرويد يا ابل يا مايكروسوفت، اذنت معنا ديفايسز سمارت ديفايس، والسمارت ديفايس وي كونكتد تو اور للبنك تاعنا، للجامعه تاعتنا، للشركه اللي احنا بنشتغل فيها. فاليوم اذا طلعنا بالاتاكس تاعون ال 2017 مع 2018، شايفين الخط الازرق هذا، الخط الاخضر هذا اللي هي خفيف تحت، هذا بيمثل الموبايل ابلكيشن اتاك سنه 2017 2018. الاحمر سنه 2018. تفرجوا الفرق بين 2017 و2018، فرق مهول جدا بعدد الاتاكس اللي بتنعمل كموبايل ابلكيشن. الشيء المهم، اعلى اتاك صارت بيسموها ريسك تول. ريسك تول بعلم الموبايل ابلكيشن هي هدفها انها تحصل على سيشن او تحصل على الداتا من الموبايل تاعك مباشره. فالهدف من الهاكر انه سنيف يوزر نيم باسوردز، معلومات الموجوده على الموبايل تاعك، ويستفيد منها بفاينانشال جينز. طيب سمعنا باتاك اسمه ديدوس. تعرفوا ايش الديدوس بالاول؟ الديدوس هو اتاك هدفه يعطل السيرفيس تاعت اي شركه، ببعث كميه كبيره من الترافيك بتعطل السيرفيس تاعت الشركات او السيرفيسز الخاصه على الانترنت لاي شركه. لو جينا طلعنا بالعالم شو صار سنه 2018، راح نلاقي اتاكس. واحد من الاتاك اكبر حجم بالاتاك كان حجمه 1700 جيجا بالثانيه. فتفرجوا على الحجم الاتاك اللي صار 1.7 تيرا بايت بير سكند. واحد من الاتاكس استمر 254 يوم من اصل 365 يوم بالسنه. ففعليا هو الاتاك هذا استمر ما يقارب 75 ل80% من السنه والاتاك شغال. سؤال والله، يعني تحكي عن 1700 جيجا، هو بيكون ريموتلي بيشتغل؟
هو اتاك يسر. يا سلام عليك. خلنا نسمع السؤال. سمعت السؤال شو بيحكي؟ انه هل في شركه تتحمل 1700؟ ما هو لو بعت لها 1 جيج اصلا كان بكفايه انه وقع الشركه. واللينك اللي حملت موجود هون. ممتاز. هذا الاتاك صار على ايس بيز بيوروب. فتخيل انه انا لو بدي اعطل بلد كامله باتاك، بابعث الاتاك 1.7 لاي اس بي معين، يعني فبوقع الانترنت بروفايدر كله بالشركات اللي بعده اللي ماخذ انترنت منه. تمام. تمام. ما بتصور عندها كباسيتي السكند. اكيد اكيد هذه بيوروب. اكسلنت. ما هو مشان هيك قاعد اقول لك الاتاك الكابابيلتيز تاعت الاتاك هاف بين تشينج. الاتاكر بهذا الاتاك كان على مستوى ناشونال، يعني هو استمر الاتاك هذا بتوقيع بلد كامله، فهو عمل على اي اس بي زي مثلا فودافون، خلينا نحكي جدلا على سبيل المثال ومش الكيس، بدي يعمل على فودافون بيوروب، فعمل فعليا الاتاك على 1.7 تيرا، ففعليا قد ما يكون الباندويث تاعتهم هم فعليا راح يتاثروا، فالزباين اللي موجودين والعملاء الموجودين على الانترنت بايبس تاعتهم بغض النظر مين العملاء انا وقفتهم، فانا فعليا قدرت اوقف الترافيك على بلد كامله. طب قديت تتخيل الاردن فيها اتاك؟ هل راح نجي تتفرج على الاردن راح يكون برضو رقم مهول، فراح انت برضو راح تنسحق من الرقم اللي اجى على الاردن. هي مش تول، هي الديدوس مش بس تول، الديدوس هي نمبر اوف بوتنت. هي الديدوس كيف بتصير؟ في ماستر سيرفر بيحكي مع بوتنت سيرفر، والبوتنت سيرفر هي اللي بتبعث الترافيك للكاستمرز، ففعليا هو قدر من الماستر سيرفر. اه طبعا ممكن تكون، قد تكون مؤسسه. نعم بس في مش جهاز واحد يعني. اكيد اه ممكن يكون مليون كمان، يعني حسب عدد الديفايس اللي هو مستخدمهم. يس يس. فهي بتحكي، انت بتحكي عن ماستر ديفايس او ماستر اتاكينج تول، بتتحكم بمجموعه من البوتنت، قد تكون البوتنت هذه الاف البوتنتس، الاف البوتنت جنريت ترافيك بحجم معين ونحطت في اجهزه. اذا جينا طلعنا اعلى ريجن اجاها اتاكس بلا فخر تاعتنا طبعا، احنا بنحبش نكون رقم اثنين، دائما رقم واحد بالريسيفنج الاتاكس. اذا جينا طلعنا بالديوريشن قديش الشركات احتاجت حتى توقف الاتاك، معظم الشركات كانت تتمحور من 10 دقائق الى ساعه. فهذول يعني استاتستيك عن العالم بموضوع ديدوس. انا احنا رح نمشي شوي بموضوع الاستاتستيك حتى عن جد نعطي لاندسكيب معين. اليوم كل قد ايه بيطلع مالوير؟ قد ايه تتخيلوا كل قد ايه بيطلع المالوير؟ كل ثلاث ثواني، كل ثانية بيطلع ثلاثة مالوير. بالثانية، كل ثانية بيطلع ثلاثة مالوير. بنعمل اتاك مالوير ثلاث مرات بالثانية. إذا جينا قسمنا المالوير، ففي عندنا 69% من الاتاك المالوير معروفة السيجنتشر تاعتها موجودة، بس في 31% زيرو دي اتاك. الهاكر بيستخدم المالوير، والمالوير هذا ما بيكونش معروف at the moment of the attack، لحظة ما يصار الاتاك المالوير هذا ما كان موجود. اذا جينا بس احنا عملنا بس على الموضوع على الاريا تاعت الايميا، اطلع على الاردن طبعا باي لون؟ بالاحمر. مين يقدر يحلل لين احنا وبعض الدول بالاحمر، في حين الجلف قريب منا بس بلون ثاني. اهم شيء هي موضوع الريجوليشن. لا الريجوليشن اليوم احنا الريجوليشن عندنا بالاردن بموضوع السايبر سيكيورتي شوي متراجعه، مش موجوده بالطريقه الصح. الدول القريبة منا دول الخليج قد تكون أقوى منا بموضوع السايبر سيكوريتي الريجوليشن، فمشان هيك الريجوليشنز الموجودة عندها بتخلي الريشيو اوف سكسسفول اتاك أقل بكتير من اللي عمالها بتصير عندنا. السكسسفول نعم قد يكون جايهم، بس نحكي على السكسسفول اتاك. طيب العنصر الأهم بموضوع السايبر سيكوريتي من هو؟ الإنسان، البني ادم. فبالزمانات كان اتاكس بتصير معظمها على التكنولوجيز. هلا لما عملوا السايبر اتاكس على الانسان اللي هو بسموها سوشيال انجينيرنج اتاك، 870% نسبه الزياده خلال اخر سنتين بالسوشيال انجينيرنج. مين فينا ما وصلوش فيشنج اتاك حتى لو كان هو ما كبسش على اللينك؟ كلياتنا وصلنا فيشنج اتاك، ما حدش فينا مستثنى، كلنا وصلنا فيشنج اتاكس. سيمانتك بيحكوا انه الفيك انفويس كانت رقم واحد على مستوى الاتاكس اللي وصلت. باي ذا واي نحن بنحكي انه ممكن مستحيل تزبط. تعرفوا انه في اكثر من 10 شركات اردنيه زبط عليها الانفويس، وفي شركه اردنيه دفعت 50,000 دينار للهاكر بالغلط، مبلغ وقدره دفعوا للهاكر 50,000. هلا رح نرجع الاردن رح نحكي بعض الكيسز، واحده فيهم 50,000 دينار دفعوا مصنع كان يتحاكم مع الهاكر، والهاكر عمل فيشنج كامبين عليهم وكمل من مكان
ما كملوا هم مع المصنع الرئيسي اللي بإيطاليا وكمل معهم الفيشنج وكأنه كان شايف الكونفرزيشن الأولانية. إذا جينا على إيش بنعمل السوشيال كامبينز بالأكثر، كان ينعمل على دروب بوكس وعلى البزنس ديتا اللي ريليتد للكاستمرز. طيب لو جينا نلخص سنة 2018 من ناحية بالعالم شو صار فيها سايبر سيكوريتي، بنبلش بأول مارتش الولايات المتحدة الأمريكية أعلنوا مجموعة من الأشخاص بإيران مطلوبين لوزارة العدل الأمريكية لقيامهم بانتهاك الخصوصية ل 300 جامعة وتسريب معلومات من 300 جامعة، وكان وقتها يعتبر خرق يسموها الحقوق الملكية الفكرية. قاموا بنشر بعض الأبحاث من الجامعات الأمريكية بأكثر من 300 جامعة، وصلوا لها ووصلوا طلعوا من جواتها الديتا الموجودة وعملوا ليك ل، فاعتبر at that time هذا خرق للحقوق الملكية الفكرية. بجولاي يعني تابع على موضوع الإلكشن تاع اللي صار بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 2016، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية at that time إنه في مجموعة من الهاكر الروسيين هم اللي قاموا باختراق وعمل جزئيات خاصة بالإلكشن واختراقها، فأدانتهم وأخرجت بحقهم مذكرات اعتقال. نجي على الفن سايبر جروب، واحدة من الأشهر الأتاكس اللي صارت وكانت سوفيستيكيتد كثير، وأخذوا خلالها الهاكرز أكثر من 10 مليون ريكورد بديبت كارد، حصلوا على ديبت كارد على الفول انفورميشن عن الديبت كارد. بسبتمبر أتاك تاني كان برضو على 80 مليون كاستمر بواحدة من الشركات اللي هي المورغان تشيس، واحدة من الشركات المعروفة عالمية. ونجي على بآخر 2018 طبعا الكوريا الشمالية والأتاكس والليك اللي سووه للأفلام تاعت سوني، يعني ريت دا أتاك قديم نشروا الأفلام تاعت سوني مشان يخسروا سوني أكبر كم من النقود. سوني بالزمانات كانت عاملة فيلم، للي ما بيعرف كانت عاملة فيلم عن الرئيس الكوري إنه اثنين من المخابرات الأمريكية بيزوروه كصحفيين وبيختالوه، و at that time كوريا الشمالية هددت سوني إذا هذا الفيلم تم نشره سنقوم باختراق سوني. سوني at that time ما أخذت بالاحتمالات تاعت الأتاك نجح وفعلا ابتزوا سوني لدرجة إنه سوني ما نزلت الفيلم هذا على السينما، بس later than that نشروا كل الأفلام اللي سرقوها من سوني نشروها free of charge للناس على الدارك إنترنت وعلى الديب إنترنت، فصفت على التورنت موجود الأفلام هذه free of charge. 2019 كان أحسن؟ بأول يوم لا، من أول يوم بال 2019 الريكورد تحكي إنه لا، بأول يوم هاكر قام بسرقة كل الانشورنس فايل اللي خاصة ب 9/11 ونشرها على الإنترنت. واحدة من أكبر شركات الهوستنج بالولايات المتحدة الأمريكية صار عليها رانسوموير وشفروا كامل المعلومات الموجودة بهوستنج نتورك، يعني اللي ريتد لهم وللكاستمرز تاعهم. هذا كان بأول يوم من السنة ب1/1/2019. الريكوردز العالمية بتحكي إنه نحنا الأتاك لما يحدث قديش بده حتى يحدث بالأفرج بده مينت حتى يحدث الأتاك ويكون ساكسسفول، وقديش بدها الشركات حتى تكتشف وجود الأتاك بالأفرج مانث، فالشركات تحتاج إلى أشهر لكشف أتاك يحدث في دقائق. هذا الريكوردز اليوم موجوده وببلش عالميا من اي بي ام، وتحكي انه 83% من الشركات تحتاج من ويكس الى مانثس لاكتشاف اي اتاك بيحدث عليها. طيب اليوم هذا الاتاك صار بجولاي 2017 على واحده من الشركات اللي اسمها هرب خلالها انعمل ليك ل 145 مليون ريكورد. شوفوا الصبر تاع الهاكر قد ايه كان خلال هذا الاتاك. انا بدي افرجيكم الاتاك كيف صار. اول مره الاتاك لقي يوزنج سيرش انجن لقي فولنربل سيرفر موجود عند الكلاينت هذا وعند الشركه هاي. بعدها بفتره طويله عمل الاتاك وعمل عليهم اكسبلويت وعمل يعني بيرمننت اكسس له على السيرفر، واستنى فتره طويله جدا هو يعمل ليك يسموها دريب ليك، طلع الديتا زي بالري بالتنقيط تعرف كيف، يعني طلعهم بالحبة. فبعد فترة طويلة أكثر من 76 يوم اكتشف الأدمينستريتر بيوم من الأيام إنه هو شيك إنه في الفايلات هذه في منها كوبي من مكان غلط، فما أعرف إيش اللي صار. بلغ فيه السيكوريتي إنجينير عملوا فورنسيك إنفستيجيشن، بعد 76 يوم اكتشفوا إنه الأتاك كان سكسسفول وإنه الديتا هاي بالكامل صارت برا الشركة.
145 مليون كاستمر كانوا افكتد بهذا الاتاك. فالهاكر قد اخذ 76 يوم هو ويعمل سكسسفول اتاك، فعليا الكلاينت ما كانش عنده اي قدره انه يعرف انه الاتاك هذا موجود هو وشغال. سمعتك بالوانا كراي؟ الوانا كراي لما صارت الهاكر كان خط الاتاكر اللي اخترع الوانا كراي كانت خطته كثير ذكيه. كان بيلجأ دائما لمايكروسوفت شو بتعمل باتشز، وكان يقرأ عن الباتشز تاعت مايكروسوفت. فلما مايكروسوفت بشهر 4 ب 14/3 سوري بسنة 2017 طلعوا هذا الباتش وحطوه از كريتيكال باتش سكيورتي كريتيكال باتش، خزنوا وبلش يبني اتاك على هذا الفرنابيلتي على اعتقاده انه مش كل الشركات راح تنزل الباتش، مش كل الناس راح تنزل هذا السكيورتي باتش، فعمل الاتاك بعد الباتش ما كان موجود. يعني الباتش تاع مايكروسوفت كان فعليا موجود قبل الاتاك، بس هو كانت الخطه انه مش كل الناس راح تنزل الباتش هذا من اول يوم ولا من اول شهر، فاشتغل على الاتاك هذا وعمل واستفاد من 14 شهر من اكسبلويت خاصه بالانترنال بلو، دمجهم مع بعضهم طلع اتاك جديد ب 12/5 سماه وانا كراي، والوانا كراي ضرب العالم كله بشهر 5 وشهر 6 2017. فتفرجوا اللوجيك اللي هو بنى اللوجيك انه مش الكل راح يعمل لهي المعلومات او لهي الباتش ما راح تنزل عند الكل، مش الكل راح يكون مهتم انه ينزلها. فهو قرأ زي ما بنقرأ مايكروسوفت نزلت كريتيكال باتش، بس هو طلع عليها بعين مختلفة، طلع عليها انه انا كيف استفيد من الباتش للناس اللي ما نزلوا الباتش، فعمل الاتاك اكوردنجلي بهذه الطريقة. طبعا هاي على الداتا ليكج نطلع اكثر شركات صار عليها بريتشز. يس داتا ليكج صارت اعلى داتا ليكج ريبورتد عالميا كان خلال السنه اللي فاتت كان من ياهو، بعديها ماي سبيس، بعديها ادلت فريند فايندر، وبعديها نطلع ببقيه الشركات يعني بترتيب معين. اليوم الهاكرز انواع وليفلز، نحن اليوم ما بنقدر نطلع بكل الهاكرز ونقول والله هاد كلهم اتاكر كلهم زي بعض، لا هم مش كلهم زي بعض، ديفرنت سكيل ديفرنت كابابيلتيز و different way of detection those people. إذا جينا على attacks اللي هم النورمال، النورمال اللي هو واحد بيكون مشغل تول والتول هاي بتجرب تجربات عشوائية بيسموه نورمال automated، والديتكشن تاعه بيتم بالنورمال، يعني ما أنت مو محتاج تبذل جهد حتى تكتشف such attack إنه قاعد يمشي. اللاير الثاني اللي هو بيسموه script kiddies، واحد يعني بيدور عشوائيا على vulnerability معينة وبيحاول يلاقيها وبيشتغل عليها، وعادة بيكونوا طلاب جامعات أو شخص هاوي بموضوع السايبر سيكوريتي، فهذا you can direct target تمسكه. هلا الهاكرز جروب ببلشوا ما بيدوروا على أي شركة، بيدوروا على target company، مثلا يحكوا نخترق الشركة X، فبلشوا يجمعوا المعلومات عن الشركة X وكامل الأتاك يكون ديزاين للشركة X، فهذا بيسموه targeted attack، وبالعادة بيكون مبني من إشي بيسموه هاكر جروبس. ايش يعني active attack؟ لما نسمعها كثير كلمه active attack وongoing attack وABT. active attack هو الهاكر بيعمل المعلومه وبياخذ الاتاك، بس ما بيعمل يعني ياخذ الاكسس، بس ياخذ الاكسس ان شورت تيرم، بياخذ الاكسس وبعديها بيتركه، بياخذ الاكسس وبعديها بيتركه حتى ما ينكشف، فبيكون ما عندوش اكسس دائم على السيستمز تاعونك، فبسموه active attack، متى ما بده يشبك وبيعمل الاتاك تاعون. الأونجوينج أتاك هذه اللي بيدخل فيها موضوع الكريمينال، الأتاك الشغال يو ار اندر ذا أتاك، بس الهاكر عند لحظة معينة ويل ديليت اول ذا فايلز وما راح يخلي مجال انه ينكشف بالمستقبل، لكنه ما بيعمل بيرزيستنس اكزيستنس، يعني ما بخلي حالي ثابت وموجود بشكل دائم. وين تكمن المشكلة؟ بهدول الناس. هدول الناس شو ما كان عندك لاير اوف سيكيورتي يو كانت ديفند عليهم، لهذول الكابابيلتيز تاعتهم كثير عالية، وبالعادة بيكونوا يعني جروبس بسموهم ABT جروبس، راح تلاقي ABT جروب من إيران، ABT جروب بالأرقام ولهم أرقام ولهم أسماء ومعرفين على الإنترنت بأسماء، فهدول بياخذوا إيش اسمه ABT. ABT هو بيعمل لما يعمل الأتاك يأخذ إيش اسمه permanent existence، يعني بيزرع على السيستم استعونك أشياء بحيث إنه يأخذ أكسس دائم وبيستفيد منهم بأي أتاك قادم، يعمل الليكج، يعمل بدل الليكج يعمل يستفيد منك بأتاك ناس تانيين، فهذا بيسموه ABT. فطرق الدفاع مختلفة باختلاف هدول الأشخاص. طيب حكينا عن العالم كتير، طب شو وضع الريجن تاعتنا ووضع الأردن؟ إذا جينا طلعنا على الأتاكس على الويب على الإند بوينت أتاك، رح نلاقي الأردن من ضمن الدول اللي تعتبر بالريد زون، وبيحكوا الريكورد العالمين إنه 18
80% من الاند بوينتس بالاردن افكتد باي باي نورمال باي مالوير. في مالوير على 18% من الاند بوينتس. ايز لابتوبس وهاندسيت اللي هي اي ال تي الفونز. اذا جينا اطلعنا بموضوع الويب، 10% من الويب سايتس بالاردن تم اختراقها بصوره ناجحه، ففعليا الريكورد كمان مخيف. فاذا اطلعنا بالاحمر هون وبالاحمر بموضوع الاند بوينت وموضوع الويب سكيورتي، اذا جينا اطلعنا بموضوع الموبايل سكيورتي راح نلاقي انه ممكن الدول اللي حوالينا بتكون بالاخضر، بس نحن باللون اللي يجي لي 1.3 بسموه 1.3 اوف ذا اند بوينتس هانسيت بالاردن افكتد باي اتاكس. للامانه نحن من أسوأ 10 دول على مستوى العالم ريسيفينج الاتاكس تاعون الموبايل ابلكيشن. وهذا الريبورت من كاسبيرسكي بيحكي انه في واحد من الاتاكس اسمه موبايل بانكر تروجن، نحن الاردن رقم 10 على مستوى العالم بريسيفينج هذا الاتاك. هذا الاتاك هدفه انه يحصل على اكسس على الموبايل يوزينج وثفت لليوزر نيم والباسورد تاعون الابلكيشنز. فهذا الاتاك موجود على 1.33 من الاند بوينتس بالاردن. يا عيني، بس هذول الدول بيكونوا عشانهم تارجتد بينحصل عندهم هيك، نحن باي ديفولت اجت معنا. هلا نجي نحكي الريبورت نفسه بيحكي عن الامارات. لما اجي علل الامارات ليش عالي فيها، حكوا الامارات لانها ديفرنت، يعني البوبوليشن تاعهم موجود من اكثر من دوله، في ناس من الهند في ناس من بنغلاديش، فبيكون التارجتد بيبول احيانا هم الناس اللي نوت ادوكيتد، فبيكون هذا الطريقه اللي يشتغلوا فيها. دول زي ساوث كوريا وهدول الدول بيكونوا تارجتد اصلا، وجيرماني يكونوا تارجتد بالاتاك، الهاكر مستقصدهم بحيث انه يحصل. فطبيعه الاتاك كيف حصل مختلف عن طبيعه الاتاك اللي حصلت عنا، وعدد المحاولات اكثر. هذا الاتاك، هذا الاتاك تحديدا اذا عمل على الموبايل ويل سنيف اول ذا يوزر نيم اند باسورد اللي على الابلكيشنز الموجودين، باخذ روت كيت بسموه، فبيحصل اكسس على الهاندسيت وباخذ كامل اليوزر نيم والباسورد الموجودين. هو الاتاك لما عمل له ديزاين اسمه بانكر، فعمل له ديزاين مشان يضرب الابلكيشنز تاعون الانترنت بانكينج على الموبايل، بس هو فعليا يكاد يستخدم باي نوع من الموبايل ابلكيشنز. إذا جينا اطلعنا بالديب انترنت، نحن بالأردن في عندنا 20,000 بوتنت يتم استئجارهم بالسوق السوداء. يعني اليوم لو تستأجر بوتنت جاهزين بالأردن عندك 20,000 بوتنت تقدر تستأجر أي واحدة فيهم وتعمل أتاك منها. بوتنت هي ديفايس الهاكر عامل على الأتاكر عامل عليه ABT وعامل عليه أتاك ومجهزه وماخذ أكسس عليه. فأنت لما تيجي تعمل أتاك مفترض على شركة معينة، ما بدك إنه اسمك هو اللي يطلع بالأتاك أو الاي بي تاعك هو اللي يطلع بالأتاك. فأنت بتروح على هدول الجروبس تستأجر هدول البوتنت، تحكي لهم أنا بدي أعمل أتاك على شركة إكس ديدوس مثلا بهذا الوقت بهذا الفوليوم. فهم بيروحوا يستخدموا الديفايسز الموجودين مش بس برا الأردن وكمان جوا الأردن ويعملوا منها الأتاك. هلا هدول انت تقدر تستاجرهم، الهاكر ما بيعطيك فرصه يقول لك والله من هم او ايش الاي بيز تاعونهم، هو بيتعامل معهم تعامل مختلف عن تعاملنا. يعني ما راح يقول لك والله جهاز ماجد. طب هو اللي يعني بيشتغل ضد يعني الموضوع، زي كيف هذاك استخدم الباتش وعرف نقاط ضعف، تمام، وهذا الحكي اللي بيتم. وفعليا على الديفنس اليوم لما الهاك الاي بيز بالاردن، لو اطلع لك ريبورت بفرجيك اللي يسموهم باد ريبيوتيتد اي بيز، الاي بيز المعروفات انهن هن المالوير موجود فيهن مزروعين فيهم. واليوم دائما الشركات بتطلع اناونسمنت انه ديروا بالكم في اتاك بالمكان الفلاني، بس ما بتقدر. يعني بيوم من الايام انا من الناس اللي شفت اتاك وحاولنا، لما وقفناه في كاستمر شكا يقول لك لا الانترنت عندي شوي بيصير مختلف، فرجعوا لي اياه واللي فيها فيها. ففعليا اليوم الناس الادوكيشن تاعها هو اللي بده تظبيط بالاول. حكينا عن الديدوس قبل شوي، قد ايه حكينا الديدوس كان بالعالم 1.7 تيرا مش هيك؟ الاردن 169 جيج كان اعلى اتاك. تخيلوا 169 او 69 جيج بير سكند كان هو الاتاك الاعلى بالاردن. كان على شركات وعلى بنوك. انا هذا الاتاك عشان بتذكره منيح هو كان على فاينانشال سيكتور. يعني هذا الاتاك احنا من الناس اللي شفناه ذات تايم لما صار كان على فاينانشال سيكتور. أعلى أتاك وقتاً بالأردن كان 83 يوم، في أتاك استمر 83 يوم بالأردن، في أتاك ديدوس استمر 83 يوم بالأردن. لا مو شرط، لا 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 ما دونت أندرستيميت ذا آي إس بيز، الآي إس بيز عندهم كاباسيتيز أعلى من هيك بكثير، قد يكون سيكتور معين انضرب فيها نعم، بس مش الآي إس بيز ما كانوا متأثرين. الاي اس بيز قد يكون في ريفليكشن انه على السيرفيسز نزلت شوي ديجريجيشن بالسيرفيس، بس ما وقعت الانترنت بطء، بس ما بتوقع الانترنت من 169 جيج بس.
هذا الريسيفنج، هذا الريسيفنج ريسيفنج هذا نعم. هلا احنا شاركنا شاركنا على الدول الثانيات كثير كمان، يعني شاركنا وما قصرناش. هون هون احنا الهدف، هون التوب سورسز اللي بعثت للاردن اتاك، هاي الدول اللي اجوا منها اعلى اتاك بالديدوس، كانت من يونايتد ستيت فرانس، يونايتد كينغدم، وحتى من جوا الاردن. لاحظ من جوا الاردن اجى عدد اتاكس مخيف بالديدوس من جوا الاردن للاردن، وهذا بيدلك على نمبر اوف بوتنت اللي بتستخدم بالاداره من فوق من الـ من الـ من الـ من الهاكرز. لا لا مش مجموع، ما لهاش دخل مجموعهم 100%، هي بتحكي لك عن بيرسنتل. ففعليا انت 79% من الاتاكس كانت فيهم الولايات المتحده الامريكيه، 45% من الاتاكس كانت فيهم الاردن، بس مش التقسيم بيناتهم، مش 100% وكعكه بتتقسم. لا هو ما يحكيك اياها. هلا مش شرط انه نحكي انه الجوردانيين بيبول هم اللي عملهم يعملوا اتاك، هو هم بوتنت، هم بوتنت مستخدمين بالاتاك، بس هي الاتاك جاي عن طريق ماستر سيرفر، الماستر سيرفر ببعث لبوتنت والبوتنت هي اللي بتعمل الاتاك. والاكتوال حاليا اللي هو الماستر سيرفر تاعون الديدوس ما ببعثه للبوتنت على طول، ببعثه لماستر سيرفر ثاني، والماستر سيرفر الثاني هو اللي ببعث للبوتنت مشان يخفوا نفسهم بطريقه كمان اكبر. إذا جينا اطلعنا على الويب بالأردن، بس مجرد ما فوت على موقع اسمه zoneh.org اللي هو بيسجل كل الأتاكات اللي بتصير على الويب سايت، وحكيت له .gov.jo المواقع الحكومية الأردنية، حيطلع لك 258 موقع أردني حكومي تم اختراقه، وبعطيك أسماء الهاكرز اللي اخترقوا. وإذا فتت على واحدة فيهم، وهي هذه واحدة من المواقع الحكومية الأردنية، شو اسم الموقع لو سمحت؟ zoneh.org. هذا الموقع ايش طلع لنا؟ هذا الموقع بيعطيك اللي هو ايش اسمه ويب ديفيسمنت. من يعرف شو معنى ويب ديفيسمنت شباب؟ الويب ديفيسمنت هو ان الهاكر يغير البيج تاعت الويب سايت ويرفع بيج مقابلها، يرفع بيج مختلفه. فانا اليوم لو بدي اخترق موقع اكس برفع عليه ويب سايت جديد، برفع عليه بيج جديد، فالبيج الجديد بتحكي انه انا فلان الفلاني قمت باختراق الموقع هذا، او اني احط مسج سياسيه، مسج اقتصاديه، بغض النظر شو ما كانت المسج. هذه بسموها ويب ديفيسمنت. هذا الموقع بيجمع الستات عن كل الويب ديفيسمنت اللي صارت بالعالم. هذا موقع اردني حكومي تم اختراقه، شوف الهاكر شو حكى عليه. نحن شله زعران، نحن مجهولين الاردن، نحن ما بننساش، نحن بنحمش ندور علينا، بغض النظر شو ما كانت الجمله، بس تفرجوا كيف الاتاك بيكون شكله لما يكون الديفيسمنت زبط مع الهاكر. طب لو جينا اطلعنا ببلاش القطاع الحكومي الاردني، ندور على قطاع ثاني، ندور على قطاع التكنولوجيا او قطاع التعليم الاردني، راح نلاقي ان قطاع التعليم الاردني 245 اتاك صار كانوا سكسسفول من جامعات مختلفه. لو كبست على اي جامعه راح يعطيك الاتاك تاعها وتفصيلاتها، وهي من واحده من الجامعات الاردنيه، وهذا الهاكر تركي، يعني هو جاي يدور علينا ولقينا بصوره، فعمل اتاك بيحكي لك انه نو فير تركيش هاكر، وكاتب لنا مسج بالتركي ما في واحد ما يفهمش منها شيء، بس يعني ادين ذس از ذا مسج ذات هي بوت. شباب كيف الهاكر بيشوف الاتاكس؟ حكينا بالاول الهاكر شو هدفه الرئيسي؟ فاينانشال، مش هيك؟ فهو مش عنده استعداد والله يدور على شركه اكس ويضل يحاول على شركه اكس مليون مره وينكشف فيها. الهاكر بيستخدم طريقه كثير اذكى من هيك. اول ما بيستعمل الهاكر بيستخدم السيرش انجن جوجل، يكتب سكريبت على جوجل، بيشوف الويب سايتس اللي فانربل للاس كيو ال انجكشن من جوا جوجل، بيدور على باراميتر معين بيحكي والله هذول الويب سايت اللي فانربل للاس كيو ال انجكشن، بيمسك الريزلت اوتوميتد، بيمسك الريزلت بيحولها لتول، التول بتعمل اوتوميتد اس كيو ال وبترفع البيجز، فهو مش مستعد يضيع وقته كميه بوقت طويل باتاك اس كيو ال على ويب سايت لشركه، فهو بيعمل اوتوميتد اتاك على ماس بسموها ماس اتاك. اذا جينا طلعنا بالماس اتاك بفرجيكم ريزلت، هلا رح تجي معنا ريزلت لقدام، يعني هلا هنطلع المواقع الحكوميه، المواقع الاردنيه تاع التعليم، تفرجوا 115 منهم من اصل 245 تم اختراقهم مره واحده. يعني هكا مش رح يكون ب 100 ايد اللي يعمل سكريبت 100 مره، فهو حاليين بيعمل سكريبت واحده بسيرش واحده وبيمشي فيها. بيوم نحن في طلاب لجامعه العلوم والتكنولوجيا بنعطيهم محاضرات تدريبيه، فكان العنوان محاضرة على اس كيو ال وكيف نلاقي سيرفرز على اس كيو ال، فاعطيناهم اسم سكريبت نزلناه مع بعض وعملنا هذا السكريبت رانج، قلنا لهم دوروا على البارامتر الفلاني بالويب سايتس. خلال دقيقه كانوا لاقين اكثر من 500 ويب سايت فرنبل لفرنبلتي اس كيو ال. حكينا لهم ما تكملوا، بس في طالب على شوي هيك
حب يكمل يعني لحاله على مسؤوليته الشخصيه كمل انت. قلت له والله انترستنج، انا كنت اتخيل ان مدوره سكيول انجكشن هتاخذ معي يوم يومين واجرب الاتاك، انه اخذهم من الاوتوميتد من الـ من الـ من السيرش من الاكسبلويت لرفعت البيج اخذت معه 5 دقائق بدون وحده. ففعليا هو ما كانش لا هو فاهم الويب سايت ولا هو عارف مين التارجت كاستمر، بس هو حب يسجل ريكورد، وهذا هو هدف الهاكر. الهاكر مش حاطط شركه معينه اكس، لو كان حاطط شركه معينه بيسميها ايش تارجتد اتاك، بس هو قد يكون اتاك مش تارجتد، قد يكون اتاك هو جاي من سيرش انجن مباشره الاتاك بيكون بفلو مختلف تماما. فهي واحده من الاتاكس اللي موجودين. اطلع على الهاكرز جروب راح تلاقوهم متشابهين يعني هاد دارك تيرورز واحده اثنتين ثلاثه، لو جينا على صفحه ثانيه راح نلاقي له كمان هذا اللي كمان الهاكر دريم 169 راح تلاقي مخترق له 10 مواقع لحاله من الدقائق. طيب اليوم خلينا نمسك بعض الاتاكس التارجتد، يعني كنا نحكي عن جنرال اتاكس الاس كيو ال انجكشن وبعض الاتاكس، خلينا نطلع بتارجتد اتاك ونشوف شو صار فيه. مين سمع بالاتاك اللي اسمه مادي ووتر؟ سمعت بالاتاك اسمه مادي ووتر؟ مادي ووتر هو اتاك حدث سنه 2018 بالاردن، والهاكر كان لمدار سنه او سنتين عنده اكسس تام على مجموعه من المواقع الحكوميه الاردنيه وشركات اردنيه، وخلال السنتين عمل ليك لعكم كبير من الداتا. هو ما كان اتاك على الاردن فقط، الاردن، تركيا، السعوديه، الامارات، اذربيجان. فالدول هذول صار عليهم اتاك من جروب بسموهم مادي ووتر. فالمادي ووتر تفرجوا هاي السمري تاعت الاتاك، بيحكوا لك سنه 2018 اتاك هاي صارت على اكثر من دول، بس تفرج الدول اللي بالازرق كان عليها هيفي اتاك كانت الاردن جزء منها. ايش اخذ من الاردن داتا؟ اخذ من الاردن من وزاره العدل الاردنيه اخذ مجموعه من الفايلات ونشرها على الانترنت كبروف على الاتاك تبعها. فات على شركه اتصالات اردنيه ونشر بعض الفايلات تاعتها كنوع من الايفيدنس انه انا عملت الاتاك هذا. لما دخل على تركيا اخذ ملفات من وزاره الدفاع من كم وزاره ونشرهم على الانترنت. ونفس الشيء من السعوديه. امبارح انا بعمل لكم ابديت للسلايدز تاعون الورك شوب. فتت على الدارك انترنت وشوف شو هاي برنس كرين مأخوذ امبارح. داتا بريتش. شو يحكي لك الهاكر نفسه الجروب نفسه صار يقول لك سيلينج داتا، الداتا اللي طلعناها من الاتاك الاول بعد ما خلصنا وشبعنا منها مين حاب يشتريها؟ فيو كان جاست كليك على هاي اللينك بتفوت تدفع بالبيتكوين وتنزل الملفات اللي سرقوها من الشركات ومن الوزارات. You can buy documents and even you can buy the tools that they use. الآن ممكن أفهم الفترة الماضية ما كان في بيع كان يبدو للوثائق. يعني لازم أفهم هيك يعني بصراحة. في أشياء كتير بتصير بالبلد إحنا ما بنحس إنها سايبر سيكيورتي غير بعد ما تخلص تماماً عم تكتشف إنها هي سايبر سيكيورتي. هاي تفرجوا هاي امبارح يعني كانت واحدة من الأشياء اللي حاب يشتري دوكيومنتس والدفع بالبيتكوين وهي اللينك تحت الشبكة الأخيرة مرة ما كانت نزلت دارك انترنت تروح تشتري التعيينات من التعيينات مش طبيعي معقول تصوير 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 هلا رح نجي شو اسمه الانترنت وديب انترنت ودارك انترنت. فنطلع ببعض هي جزئيات اليوم. طب خلينا احنا اتبعنا اتاكس معينين، شو رايكم نتبع هاكر جروب نشيطين بالمنطقه تاعتنا ونشوف شو يعمل؟ خلينا نبلش باول اتاك، هذا الاتاك صار ب مارش 2018 وكمل بالاخير بال 2019، كمل قبل كمل شهر هذا. هذا الاتاك كان اسمه هذول الجروبز باي ذا وي اوليغ جروب ايراني، مادي ووتر جروب روسي، غزة تيم جروب ايراني، ديزرت فالكون مش عارف من وين، سترونج بيكي، هذول اسماء جروبس اللي هم نشيطين عندنا بالمنطقه وبيعملوا الاتاكس، وهي الماب بتاعت الاتاكس تاعهم. اذا جينا طلعنا عليهم رح نشوف مجموعه كبيره من الاتاكس. خلينا نبلش باول وحده الويب. صقور الصحراء من الخليج. متذكرين قبل شويه الموقع صقور الصحراء سترونج فالكون من الخليج اعتقد. طلعوا على هذا الهاكر التركي، هاكر تركي اخترق قديه ويب سايت بدقيقه 58. 58 كل الويب سايت بدقيقه 58، هذول الويب سايت بدقيقه 58، بدقيقه واحده بيقدر ياخذ اكسس على كل الويب سايت هذول بحركه واحده. كمل انا زهقت اعمل وراه برنت سكرين صراحه فما اخذتهمش كلهم، فتفرجوا عدد الويب سايت اللي اخذهم بيوم واحد بدقيقه واحده.
فعمل شيء بسموه ماس على 602 ويب سايت، وهو اصلا عامل على 6300 ويب سايت، بس 602 منهم اخذهم بدقيقه واحده، اخذهم مع ضغط وان شوت. اذا جينا طلعنا بالاردن راح نلاقي الهاكرز شوي الجروبز اللي كانت شغاله على الويب بطريقه مختلفه، بس واحد منهم دار تيرورست عامل على 114 ويب سايت. طيب نبلش باول وحده فيهم اللي هي بالجروبس، الجروب اسمه الغزه جروب. غزه جروب بلش بسنه، كان مجموعه من الجروبس اندمجت مع بعضهم البعض من سنه 2009، كانوا بدايه هاي السايبر سكيورتي جروبس، ل 2011 ل 2018 صار ميرج بيناتهم وعملوا ميجر اتاكس على الشركات، وهي المات بتاعت الاتاكس اللي هم عملوه، هاي الدول اللي بنعمل عليها اتاكس بالريجن بتاعتها. اخطر جروب مين تتوقع ايش اسم اخطر جروب اتاك شغاله بالريجن عندنا؟ لا غير مادي ووتر، مادي ووتر جروب يعني ديزرت فالكونز. ايه ديزرت فالكونز. ايه بس ايه اس اي تحضر معنا الايفنت صح عشان مميز. طيب اس اي هي السيريال الكتريك ارمي، الجيش السوري الالكتروني. شو رايكم هذا الجلوب بيج تاعته على الانترنت؟ شو رايكم؟ ما تحكي لها مش. شو رايكم بالويب سايت تاعه؟ ايش الكلمه اللي لفتت انتباهكم؟ تطوع معنا. تطوع معنا، شو سويت؟ تطوع معنا، تطوع معنا، يعني التاكس وذي دو ات بكولابوريشن بين الناس مع بعضهم البعض. اذا جينا طلعنا عليهم فعليا هم عندهم يونكس سيستم خاص فيهم اسمه اس اي اي لينكس، في لينكس فيرجن خاصه فيهم اسمها اس اي اي لينكس. مجرد ما نزلت اللينكس فيرجن هذه فيها هاكينج تول فري اوف تشارج، كنت صرت متطوع مع هذا الجيش السوري الالكتروني. باي ذا واي هو اسمه جيش سوري الكتروني، لكن ما عاد هو يرمز لسوريا فقط، هو يرمز لعدد كبير من الهاكرز موجودين فيه. مجرد ما حكيت انت تطوع معكم بيعطوك اس على لينكس. لا تقدر تنزله، مجرد ما نزلته انت صرت متطوع معهم لانه فتحوا باك دور على الجهاز تاعك ويستفيدوا بالاتاكس. طب شو عملوا اكتيفيتيز؟ شو تتوقع عملوا اكتيفيتيز؟ طبعا هي لينكس ماشين تاعتهم، انا ما نزلت، انا اخذت البرنت سكرين تاعتهم بس ما نزلت عشان ما حدش يحكي لي منزل. هي تولز حلوه صراحه. ما في مش بس في كالي لينكس هي. زي الكالي لينكس، هي زي الكالي لينكس بس فيرجن يعني كستمايزد اكثر صراحه. كمان. هم عملوا الكستمايزيشن. ديبيان لينكس ماشين اسمها اس اي اي لينكس او سي لينكس ماشين. ليش مثلا هذول ما بحضروهم زي ما بحضروا الالعاب او الجيمز او كذا، ليش ما بحضروا لينكس ما ينزلش على السيرفرات يعني؟ هل هذا مين؟ هذا على الديب ويب بتلاقيه. مش راح تلاقيه هيك على جوجل وتنزله انت، فعليا مش هيك يا سكيورتي. فمشان هيك مش هيك. هلا بنرجع لها ما تقلك، هلا بشوف كيف ممكن الاشياء تتنزل. واحدة من التاكس اللي عملوها عملوا على الدي ان اس تاع قطر. اي موقع قطري، اي موقع قطري تطلبه دوت كيو اي كان يطلع لك صوت مش على صوت. اي دي ان اس قطري كنت تطلبه كان الاتاك بيرد عليك من سيرفرهم مش من السيرفرات اللي بقطر، كان يرجع لك بتحيه من بشار. ايش اتاكس ثانيين عملوهم؟ عملوا اتاكس ونشروهم على الانترنت، بس على اللينك اللي هون راح يطلع لك مجموعه من الفايلات من الاميره بتاعت قطر لبعض الملفات الخاصه بقطر، وفعليا هاي صارت عليها ضجه كبيره جدا لانهم عملوا ليكج لديتا كثير مخيفه. الايميلات والمراسلات الرسميه هاي بتركيا من وزاره الدفاع التركيه برضو عملوا ليك كثير من الملفات ونشروها على الانترنت. هاي تركي منظمه، يعني تفوت على البلوك تاعته تركي مينستري اوف ديفنس. هذا البلوك هذا ما عاد موجود هلا حاليا، بس بتفوت عليه التركي مينستري اوف ديفنس، بتفوت تضغط بتنزل الملف مباشره زي ما هو، او بكون زارعين في شيء اكسترا يعني ممكن يكون برضو لا يعرف. بس فعليا هي الاتاكس تمت بهاي الطريقه. هاي برضو من الملفات من الاشياء اللي عملوها، ونشروا اخبار على بي بي سي بيوم من الايام، على سي بي سي، سي بي سي نيوز، نشروا اخبار على سي بي سي نيوز اخبار فيه. يعني نزلوا اخبار على الموقع تاع سي بي سي بدل ما يعملوا له حضور، بلشوا يعملوا كونتنت، رفعوا كونتنت جديده فيها تعارض مع السياسات الامريكيه. وباي ذا واي يعني كانوا على تويتر اكتر انهم ينشروا مجموعه من التاكس على تويتر. اللي بده يتبع التاك هاكر جروب او اي بي تي جروب يتبعهم على تويتر، تويتر بتسمح ببعض الاشياء، ففعليا هاكرز كثير بينشروا بعض الاتاكس تاعونهم على تويتر. هاي برضه من وزاره الدفاع السعوديه.
This is what they did حاليا. طيب اليوم اطلعنا لهذول الاشياء. في عندنا ثلاث انواع من الانترنت، حكينا نطلع على الجروبس تاعون الهاكر، بدنا نطلع كيف بتطلعوا بالويب سايت تاعون، كيف بيشوف الهاكر، كيف بيشوف الشركه تاعتي، كيف بيشوف النتورك تاعتي، كيف بيشوف البي سي تاعي. اليوم في عندنا ثلاث انواع من الانترنت او ثلاثه لاير من الانترنت، شو بنسميهم؟ انترنت، ديب انترنت، ودارك انترنت. شو الانترنت من اول؟ خلينا سطح المي يعني. سطح المي هو الشيء اللي احنا بنفتحه كلياتنا، بنفتحه اتش تي بي اس، تي بي اس، وبنكمل الموقع اكس، جوجل، هوت ميل، ايميل، او بسموه انترنت. الديب انترنت هو اتش تي تي بي كمان، بس كيف بنفرق بينه وبين المخفي من السيرش انجنز، بس هذا زي ما تقول بيصير عليه الانونيمستي. دمشي معك. والدارك انترنت، الدارك هذا للناس خلينا نفسرها بطريقه علميه، الفروقات بيناتهم مشان يكون احنا ما بنحكي شيء. مش عندك البيجز بالانترنت يا تكون اندكس يا تكون نون اندكس، مش هيك؟ اكيد. الداتا اكسسبل واندكس بنسميها الانترنت العادي. الداتا اكسسبل ومش اندكس بنسميها ديب انترنت. الداتا ريستريكتد ونون اندكس بنسميها ايش؟ دارك انترنت. هذه مش موجوده اكيد، يعني مستحيل تكون نون اندكس واكسسبل. ففعليا هنا الثلاث محاور هذول، دارك، ديب، والانترنت العادي. هذا شو رايكم؟ مين يعرف يعمل سيرش على جوجل؟ مين فيكم يعرف يعمل سيرش على جوجل؟ كلنا بنعرف يعمل سيرش على جوجل، متأكدين؟ طيب خلينا بالعاده لما تعمل سيرش جوا جوجل بيطلع لك بيقول لك انه يا اتش تي تي بي يا اتش تي تي بي اس الويب سايت، مش هيك؟ صح. انا بدي لما تعمل سيرش تستثني كل الاتش تي تي بي، كل الاتش تي تي بي اس، وتدور بس الاف تي بي. ماينس. حلو، ماينس ايش؟ ماينس دبل كوتيشن. ماينس دبل كوتيشن ايش؟ جمله عاديه. كذا ماينس بالضبط. الشاب عشان حضر معنا منيح بتذكر. طيب بس بتكون دايرين بالكم ان شاء الله، جوجل بتسمح بكتابه السكريبت على جوجل. فاليوم الهاكر الصح يعرف يكتب سكريبت على جوجل وعلى بينج. فلما يعمل سكريبت على جوجل وعلى بينج هو مش محتاج انه يضرب على الشركه تاعتك وياخذ المعلومه، وياخذ المعلومه من جوجل. ففعليا هو بيهايد هيم سيلف بيهايد جوجل، بيتخبى ورا جوجل. فشو جوجل شايفه معلومات عن الشركه تاعتنا، هو شايف المعلومات هاي من جوجل. فهذا بسموها انونيمس، انه ياخذ الفينجر برينتينج بشكل انونيمس. خلينا نجي نطلع مجموعه من البارامترات. اول شيء قديش بقدر اعمل سيرش لكلمه على جوجل؟ 10 كلمات. 10 كلمات هي الماكسيمم ووردز اللي انا ممكن اعملهم سيرش على جوجل. يجي نطلع اول شيء يقول لك جوجل از نوت كيس سنسيتيف. لو كتبت اي كابيتال او اي سمول بتفرقش معه، بيدور بالضبط. لكن جوجل سنت اوتوماتيكلي، شو يعني؟ لو كتبت ماجد بقور، جوجل بيفهمها ماجد اند بقور، بيحط كلمه اند باي ديفولت بين اي كلمتين. باي ديفولت هيز اند. بالعاده اذا بتدور بسكريبتس كتير جوجل ممكن ترفض البحث تاعك وبتطلع لك البيج تقول لك انه حط اشارات المرور وين موجودين، او بتدل انك انت مش روبوت. بالضبط. جوجل تسمح لك بعشر كلمات سيرش. لو بنينا هذا الميكانيزم هلا بجينا نطلع شو ممكن انا اعمل سيرش. هلا انا جيت هون على بدي اعرف شركه او جامعه بالاردن، ضربت على مثال على جامعه بالاردن، وبدي اطلع ايش السب دومينز الموجودين عندهم، شو عندهم سيرفرات غير سيرفرهم الرئيسي. لو جيت كتبت اسم مثلا نقابه المهندسين، ايش الموقع تاعها؟ ga.org. لو كتبت ga.org اول 100 سيرش راح يطلع لي البيج الفلاني من الويب سايت، البيج الفلاني من الويب سايت. هذا الف وادور بحلقه الويب سايت نفسه الرئيسي، مش صحيح. لو جيت احكي له انا ما بدي اشوف الويب سايت الرئيسي، انا بعرف انه عندهم ga.org، بس شو عندهم دومينز ثانيين، شو اعمل؟ سب دومينز يعني قصدك سب دومينز، شو اعمل؟ لو كتبت له ماينس يعني استثني من السيرش كلمة سايت. باي ذا واي بتعرفوا شو الفرق بين سايت ويو ار ال؟ ايش الفرق؟ السايت هي هوم بيج. لا اليو ار ال هوم بيج، اللي هو اليو ار ال هوم بيج من عند الاتش تي تي بي لاخر البيج. انا مش حاسس طلع صوتي من عند ال بيسموه يو ار ال. ga.org هاي الكلمة ga.org اللي هي اسم الدومين بيسموه سايت، هذا تعريف جوجل. جوجل بيسموا الكلمة اللي فيها الدومين سايت. اللي عند ال HTTP للآخر بيسموه إيش؟ اللي هو .php. شو بيسموه؟
فايل تايب، مشان هيك انت تقدر تدور بالفايل تايب. طيب اللي يطلع بالازرق فوق، متذكرين لما تعمل تفتح على بيج مثلا ga.org فتح عندك مكتوب نقابه المهندسين الاردنيين، مش هيك بيكون مكتوب؟ هذا بالضبط تايتل. يو كان سيرش بالتايتل فوق، في باراميتر بجوجل اسمه ان تايتل، يو كان سيرش بالبار الازرق، هذا بتصير تدور بالبار الازرق شو مكتوب فيه كلمات. لو كنت تدور على كتاب والكتاب له اوثر مؤلف، شو بدور على المؤلف؟ في كوماند اسمه اوثر، اعطيني الكتب اللي مؤلفها فلان، اوثر نقطتين بتدخل اسم المؤلف بيعطيك فقط الكتب تاعت هذا المؤلف. لو جيت تدور بتكست جوا فايل، لو جيت انه على الانترنت في موقع تكست فايل، جوا واحد من البيجز في تكست فايل، وجوا التكست فايل في رقم، يو كان سيرش الرقم اللي جوا التكست فايل. بي دي اف، فايل تايب بي دي اف، البي دي اف ما بنعملوش اندكسنج، بس التكست بنعمل له اندكسنج، بي اتش بي بنعمل له اندكسنج، فيو كان سيرش ا لوت اوف ثينجز. هلا بهاي الحاله نحن شو حكينا له؟ السايت تاع هاي الجامعه ماينس الموقع الرئيسي اللي هو دبليو 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 الصفحه الرئيسيه، فشو طلع عندنا؟ ويب سايت ثاني، ويب سايت ثالث، دومين ثالث اولد، دومين ثالث اسمه انفيرت، يعني كل مره كان بيطلع لي ويب سايت جديد، فانا كنت اقدر اعرف شو عندهم دومينز مختلفين. بعد ما كبست على واحد من الدومينز اللي كانوا مفتوحين للانترنت باي بالغلط، لقيت حالي فايت على الكالندر تاعت الدكاتره بهذيك الجامعه. فشوف لوين، من سيرش واحده كبسه واحده يو ليد تو جيت ان سكسسفول اتاك. طيب لو انا اليوم بدي ادور على اف تي بي مش على اتش تي تي بي، وهذا السؤال اللي سالته، لو حطينا ان يو ار ال اف تي بي، انا بدي اف تي بي واستثني لي اي شيء اتش تي تي بي واستثني لي اي شيء اتش تي تي بي اس، فبتفرج شو ترى عندي اف تي بي. هذول المواقع لو فتحت عليهم بقدر اخليه سيرش حتى اللي بدون يوزر نيم باسورد، فبتقدر تفتح اف تي بي انونيمس، تقدر تدور عليه بجوجل without doing attack و port scanning ولا شيء. You can just do a google attack and you get the result for that. انا عملت لكم متطوعا واحده من الاتاك وفتت لكم على واحده من السيرفر، فتفرجوا الفولدرز اللي موجودين جوا السيرفر. طبعا ايش اقدر ادور بالانترنت؟ بالانترنت العادي على ايش ممكن ادور؟ يلا اعطوني يوز كيسز. يلا بي دي اف، كمان لو بدي ادور على كاميرا فاتحه واليوزر نيم تاعها ادمن والباسورد ادمن بدون ما اعمل اتاك واجرب، هل هو ليش كيف يستخدم؟ بالاكيد بالاخير يستخدم جوجل اتاكس. انا لو عملت سيرش على جوجل، انا افرجيكم اياها، لو عملت سيرش واحده من هذول، هنا احمل لكم الاولانيه، هلا شايفين الاولانيه هاي بتعطيني برينتر، هنا طلعت لكم البرينتر، هاي برينتر وهي الملفات اللي كانوا طابعينها اليوم، انا عملته قبل اجيكم، برينتر والملفات اللي طابعينها. شايفين الكوماند الثالث هذا تاع الكاميرات؟ لو كتبته راح اوصل بلحظه للكاميرا هاي، وكاميرا ببيت، والزلمه منيح انه ما كانش مكوع، كان في البسه موجوده على الـ على الـ على الصوفايا تاعته، وهو مش موجود بس الكاميرا كانت شغاله وتصور جوا البيت. فيو كان سيرش اشياء كثير، يو كان سيرش ايفن بعض الفرنابيلتيز، بعض الويكنسز اللي موجودين زي الاس كيو ال انجكشن، تقدر تدورهم. مين يعرف شو بنسمي الجوجل سكريبتس هذول؟ حرف الدي، يلا بيسموهم جوجل دوركس، دي او ار كي اس، جوجل دوركس. هذول السكريبت الجاهزين من جوجل موجودين بجوجل دوركس، مشان يريحوكم في داتابيز عالميه لكل السكريبتات هذه، للي يعني مش كلهن بس للي ما ببلشت منهم، راح تلاقوهم على شيء اسمه chdb.com، جوجل هاكينج داتابيز، واوند باي جوجل باي ذا واي. تقدر مجرد كبست فيها تنقي اللي بدك اياه وتدور على فرنابيلتيز معينه، ومجرد كليك بتحولك للسيرش انجن وكان سيرش، وجست بتبلش تعمل كاستمايزيشن، دور لي جوا بس الاردن، دور لي بس جوا الشركه الفلانيه، فبتبلش تعمل السيرش بطريقه مختلفه شوي. هاي واحده برينتر ثانيه، انا هاي عجبتني كثير تفرج، كانت ادمن والباسورد ادمن، هاي نفايت ادمن واقدر اتحكم فيها. شو رايكم باتاك مثل هيك؟ لو كنت انا هاكر شو النكست ستيب لي بالاتاك؟ يا هاي كمان هاي برينتر، في ناس كثير اول ما تحكي له برينتر تريفيا، وشو بدك تشوف؟ شو الملف اللي انا طبعته؟ سيمبل.
في هاكر عمل مقلب بشركة أردنية بطريقة مختلفة أنا عجبتني صراحة، فمش هيك بضربها as example. لما أجي يخترق شركة أردنية اخترق البرينتر، راح على تعريفات الإيميل تاع البرينتر. البرينتر كان لها إيميل، مش لما يطبعوا يبعثوا إيميل لهذا الإيميل تأخذ الباك اب جوب من الإيميل. شو راح عمل؟ راح ضاف نفسه على الإيميل ليست، فكان أي دوكيمنت بدها تنطبق بتروح له نسخة منها. في يوم شاف انهم التيم الفاينانس تاعهم بطبع فاتوره لفندر، فعمل كانسل للجوب، ما خلاها تروح على البرينتر، وصلت لعنده على الايميل تاعه. شو عمل فيها؟ غيرها على الفوتوشوب، حط رقم ايبان نمبر جديد للفاتوره، وداها كمان مره على البرينتر تاعتهم، انطبعت على البرينتر تاعتهم. فالفاينانس فعليا البرينتر جنبه طبع الملف، راح جابه. ففعليا هي تراستنج انه الورق اللي اجتني هي نفس الورق اللي انا طبعتها، وهي نفس المصاري اللي بدي احولهم. فهو فعليا اجى اكتشف انه المبلغ راح لواحد ثاني. بعد ما راحت من لما جو شفناها، شوفوا لوين الهاكر من برينتر اوفر انترنت، كانوا مطلعينها بطريقه غلط بايميل، عمل السايكل كامله. صح انه لا 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 مو سهل، مو سهل. في 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 بنوك، في بنوك بيوروب من البلاك ليست، يعني هو حول الى بنك والبنك هذا از نوت تريسبل. وإشكي يعني 50,000 كانت ولا 20,000 شيء زي هيك، إشكي انها كانت موجوده هيك. بالاردن عدد الفيشنج اتاك اللي صارت مخيفه، يعني في ناس يعني بطريقه معينه كانوا يصدقوا انه الاتاك بتزبط. واحده من شركات الاندستريال بالاردن كانوا يعني بيعملوا يعني شغل مع مصنع ايطالي، بيبعث لهم الرو ماتيريال تاعون المصنع. فبيوم وصلهم من الشخص اللي كانوا بيحكوا معه انه رقم حسابنا تحول من البنك الفلاني للبنك الفلاني مشان تحولوا الرو ماتيريال، وكمل على نفس الايميل، يعني ما جاب ايميل جديد وفتح ايميل شانل جديد، على نفس الكونفرزيشن الموجوده كمل عليها وعمل الشغل. فحولوا فعلا، اخذوا منه المعلومه رقم الحساب الجديد، حولوا له المصاري. بعد شهر بيبعثوا لهم الشخص الاصلي بيحكي لهم انه ما وصلنا شيء، بدنا تحولوا لنا المصاري. حكوا له حولناهم على البنك الفلاني، قال لهم ليش على البنك الفلاني؟ احنا بالحسابنا زي ما هو بالبنك تاعنا. حكوا لا وصلنا منك ايميل وهي وهيك. فاكتشفوا انه لا، مش واصلهم من نفس الميل سيرفر تاع الجماعه، من ميل ريلي واصلتهم الايميل، والزلمه كان بيتجسس عليهم طول الكونفرزيشن بيناتهم، بس استنى اللحظه المناسبه انه يبدا بالاتاك تبعه. بغض النظر هي بس بالاخير بتصير الاتاك، يعني بالاخير بق موجوده وصارت ومشي. فالهاكرز يقدر يستفيدوا، شوف البرينتر قد ايه صغيره، الهاكر قد ايه استفاد منها. وما تحكيش عن بلد ثانيه، بتحكي عنها بالاردن مش شيء. طب شو كمان ممكن يسيرش يوز كيسز ثانيين؟ انا اليوم شخص بدي انزل مايكروسوفت ويندوز وبدي انزل اوفيس، بس ما بدي ادفع لمايكروسوفت، بدي اشتغل حسابكم، بدي اشتغل بس لا بدي اجيب نسخه مرخصه، اروح ادور على لايسنس كي لواحد غلطان ورافعها بالغلط. فتفرجوا ان لما عملت سيرش، انا ما راح اخليكم تاخذوا لحق وتاخذوا كوبي، بس عموما هذه هاي تفرجوا لاوفيس ولا خلاص مشان اللي يصوروا. هلا في منهم انتربرايز بيكون مفتوح عدد معين من اليوزرز، فانت والتشانس تاعتك يعني. ليه؟ ليش؟ ليش على العكس؟ لا لا مش هتكون صورة، لا على العكس تستخدم، مش راح تجي عليك بالاردن. هلا مش هتعرف كيف بيصير. انا مثلا الشركه تاعتي مدفوع لي، انا بدفع لمايكروسوفت 8,000 لايسنس. بيوم من الايام انسرقت لايسنس منهم، فعليا ما راح احس انها انسرقت لايسنس ولا 2 ولا 10، لان فعليا لما اجي اعمل مع مايكروسوفت صحيني صار مش هيك، بدفع ال 2000 وانا ساكت، فبدفعهم وانا حاسس انهم موجودين عندي. فبيكون خطا بالادمنستريتور رافعهم على بيج جوا تكست، واحد عامل عليهم سيرش ماخذهم كوبي بيستخدمهم ببيته. انا مش هيك عمدا هذا السيرش، انا السيرش باراميترز ما حطيتها هون عن عمد يعني صراحة، يعني أضفتهم من جد اليوم، فما حطيتهم مش قلت لا بلاش ما يصير الشباب استخدموها استخدام كويس. طيب فخلينا نحكي هلأ، حكينا على الانترنت العادي، حد له سؤال على هلأ على جوجل؟ جوجل شايف بالله. طيب هلأ في سؤال عن اللي حكينا قبل شوي عن جوجل هون؟ طيب
لو انا جوجل ما بدي جوجل توقفني بالسيرش انجن تاعي، لما انا اعمل سيرش بدي اوتوميتد، يعني بدي اضل اعمل سيرش وما بدي يطلع لي انه هذه اشاره انه انت روبوت ودخل لي الاشارات المرور ولا دخل لي واجهات السيارات، كيف اعمل؟ يلا شباب ها كيف نعمل؟ مين عمره سمع ايش اسمه جوجل اي بي اي؟ لما تخلق ايميل على جيميل جوجل بيعطوك شيء اكسس لموقع اسمه developer.google.com. لما تفوت على جوجل developer.google.com تقدر تعمل شيء اسمه customize search engine. بقول له customize my search engine، يعطيك اي بي اي كي بتصير تستخدمها بلاين كوماند، بتقول له انا بدي اعمل سكريبت على جوجل بسمح لك باليوم الواحد 100,000 كانه 1000 سيرش اوتوميتد، اذا تدفع $5 يفتح لك اياها انليميتد. فبتصير تعمل الاتاك بدل ما كل مره بتفوت على جوجل وتكبس كبسه وسيرش وجيب الريزلت وحطهم، لا اوتوميتد. وهذا اللي الهاكر بيعمله، شوف كيف بيختصر كل الشغل. هذا ما بده يعمل جو الجوب هاي بطريقه شوي تكون فيجوال، هو بيحب يعملها اوتوميتد جوب، فبيحطها على كي التول، بيحط الكي تاعه بيروح يقول اعمل سيرش، وين ما لقيت كلمه اوبجكت اللي عليهم المشاكل حط لي اياهم بتكست فايل، التكست هذا فايل يا تول ثانيه اقرايه اعملي منه اتاك كملي الريزلت الحط بمحل ثالث وهلم جر. فالهاكر هيك مشتغل، الاتاكر هيك مشتغل اوتوميتد، مش محتاج انه يفوت على جوجل ويضل زينا وسيرش وصور والمابس ولا شيء زي هيك. واحد من الهاكرز السنه اللي فاتت عمل اتاك استخدم جوجل مابس اي بي اي، بدل ما يعمل سيرش زينا على جوجل دور على جوجل اي على المابس وقدر يوصل لمواقع الابراج بشركات الاتصالات بهذه الطريقة. مش نحن نعمل شير للوكيشن تاعونا واشياء زي هيك؟ في بعض الناس اللي عاملين شير تو بابليك استفاد من المعلومة هاي تو بابليك وقدر يقرب مواقع الابراج بدول معينة وين موجودة. بدك اهم من المعلومة هاي للناشونال سيكوريتي؟ لو بدك تيجي على ناشونال سيكوريتي تقول لهم وين مواقع الابراج لا سمح الله في حرب ولا في شيء، ففعليا انت يعني معطي المعلومة اللي بتمناها اي واحد تكون موجودة عنده. هاي امن وطني طلعت ففعليا تفرج لوين عملها من جوجل مابس باي بي اي معينين. جوجل اليوم عندها اي بي اي لكل سيرش، بينج مايكروسوفت سيرش انجن اكزاكتلي زي جوجل، يعني بدل ما تكون ان يو ار ال في كلمه يو ار ال لحالها نقطتين تستخدمها ككوماند، يعني جوجل عندها نفس الكوماندز تاعون بينج بس اللهم طريقه الكتابه بيناتهم مختلفه بس الكونسبت ذا سيم. مين حدا كان يتوقع انه جوجل هيك مش كويسين؟ زعلان انت من جوجل ها؟ ايه؟ هلا في الاخير شوف هي بتصير هم سامحين بالاندكسنج لانه انت كشركه. شوف نرجع للتعريف الاول، شو يعني انترنت؟ اندكست اكسسبل، مش هيك؟ اذا انت عامل اندكس لهي البيج معناتك انت سامح لهم يعملوا عليها كرولينج. هو كيف يلاقي البيجز بسرعه؟ ما هو يكون عامل اندكسنج، اذا انت سامح الاندكسنج معناته انت سامح انه تعمل هيك. تعرف المشكله الاكبر وين؟ في شركات انت لما تدخل اوثنتيكيتد اوثنتيكيشن بيوزر نيم باسورد بعد اليوزر نيم والباسورد المفروض كل البيجز اللي بعد الاوثنتيكيشن ما يكونوا اندكسد، لانه فعليا اذا صاروا اندكس يقدر واحد يوصل للبيج كانه اوثنتيكيتد مباشره. يا ما ديفلوبر جيناهم يكون غلطان وعامل وحده من البيجز اندكس، بتكون خلاص فتحت على الجوجل تقدر تسيرش هاي اليو ار ال بالجوجل. جوجل تقدر تستخدمها كبروكسي، مين يعرف كيف؟ وقت الأزمة المصرية بال 2011 اللي صارت الثورة 25 يناير سموها، الحكومة المصرية قامت بتوقيف الانترنت البروكسي ترافيك على الناس، فجوجل طلعت ميكانيزم تسمح للمتظاهرين يفتحوا انترنت بصوره مخفيه بدون ما تشوفوا الحكومه المصريه. فعرفوا جوجل ترانزليت از بروكسي. لو جيت اليوم على جوجل ترانزليت وكبست في انه انا بدي افتح موقع فيسبوك بيبين عند اللي فوقك انه انت فاتح جوجل ترانزليت، بس جوجل ترانزليت راح تجيب لك صفحه فيسبوك وتحطها قدامك وتعمل لوجن وتكمل عادي وتكون يسموه انونيمس ترافيك. الشركه اللي بتراقب الانترنت او الاي اس بي تاعك راح يشوفك فاتح جوجل ترانزليت، في عين انت مش فاتح جوجل ترانزليت، انت فاتح ويب سايت ثاني. الشعب صار يعمل ترانزليشن. طيب هذا كلياته انترنت، كلمه انترنت. نجي على الكلمه اللي وراها ايش كانت؟ ديب انترنت. مين يعرف مواقع الديب انترنت غير الشعب اللي مين؟
هلا مين عمره سمع بشودان؟ شودان، شودان يصنف من سنتين كأخطر واحد من أخطر السيرش إنجنز الموجودين بالعالم. خلينا نتفرج على شودان، ناخذ اكزامبل على الديب انترنت، بعدين نحكي لكم ايش ايش المقصود بالاشياء اللي بندور عليها. او لا لا، تور دارك، لساتنا ما وصلناش التور. شوف كل لساتنا ما وصلناش التور انترنت، الناس بتفكر كل شيء بالتور. لا، هذا مش بالتور. اليوم هذول شو بيسموهم؟ اي او تي، انترنت اوف ثينكس. انترنت اوف ثينكس فيها كل انواع الديفايس اللي كونكتد للانترنت، ولا واحده فيهم اندكست، مش هيك؟ البيجز تاعهم مش اندكست. مشان هيك بيستخدموا سيرش انجن مختلف عن جوجل اسمه شودان، وفي النسخه الصينيه القويه جدا بشرق العالم اسمها زوم اي. هذول التو سيرش انجن خاصين بالديب انترنت، بيسمحوا لك انك تو سيرش ثينكس ا لوت. خلينا نتفرج على بعض السامبل بالسيرش. يا شودان، شو بتسمح لي اعمل سيرش على ايش؟ يحكي لك اي سكادا سيستم كونكتد تو انترنت يو كان سيرش. في شركات كانت بتطلع السكادا سيستم تاعهم من الانترنت، يو كان سيرش السكادا سيستم ايا كان نوعها. يو كان سيرش ا سيستم وذ ا فيرنابيلتي معين. يو كان سيرش ا سيرفر عليه وانا كراي فيرنابيلتيز مباشره. يو كان سيرش بلوتوث واي فاي. يو كان سيرش كمبيوتر بني ادم ببيته فاتح شير للانترنت، تفوت على جهاز كمبيوتر لشخص عامل شير بكافيه وفاتح وكاتب قبل ست بابليك بتاعت مايكروسوفت. يو كان سيرش اول اوف ذوز ان وان سيرش انجن. خلينا نشوف شو صار بالسيرش انجن هذا. بشهر بسنه 2013، بمايو 2013، اكوردنج للسي ان ان، واحد من الهاكرز استخدم هذا الموقع وقدر يدخل على اشارات الضوئيه بنيويورك ويفتح كل الاشارات الضوئيه بنفس الوقت كلون اخضر، وعمل مشكله كبيره بنيويورك. هذا بسنه 2013. يومها جوجل صنفت شودان انه الانترنت موست دينجرس سايت، فقدر يدخل على اشارات المرور باكاونت معين ببق معين ويفوت ويغير فيهم مفتاحهم كلهم اخضر 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 اخضر. نيويورك مش ب شو ده ايه. هل نروح نضرب اكزامبل نعمل سيرش؟ ما راح نعمل سيرش على اشارات المرور، راح نعمل سيرش على اشياء ثانيه. خلينا نشوف مع بعض. لما تفوت على موقع شودان راح تقدر توصل لمرحلة انك تراقب كل الاجهزة اللي كونكتد للانترنت اللي هم الاي او تي، تراقبهم بصورة فيجوال وتختار اي بلد وتبلش تعمل الكنترول على السيستمز هذول. باي ذا واي، هو السيرش انجن باي ديفولت فري لليمت معين، بعد الليمت هذا اللي بتاخذ فيتشرز اعلى بدك تضطر تدفع مصاري اكثر. لا 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 عادي، دولار عادي. وهذا هو بيعتبروا انه انا مش بعطيك اياه انت، يعني كيف انا معطيك جوجل انت حر استخدمه زي ما بدك، يعني انا معطيك موقع يو كان يوز ات ذا واي ذات يو لايك. اذا انت استخدمته باتاك فان يور ريسبونسبيلتي. يعني تعرف التيرم اند كونديشن هذول اللي كنا بنكبس عليهم، اوكي موجود. هي شكل الشودان، انا كبست طلع لي ايش الديفايسز اللي مشبوكين بالاردن، طلع لي بنفس اللحظه اللي كنت اعمل فيها سيرش انه في عندك 159 بلاي ستيشن شابكين. هلا تقدر تختار الاي بيز تاعون البلاي ستيشن وتعمل اتاك على البلاي ستيشن. طيب خلينا نشوف لك مثال كمان مختلف اكثر. قلت له اعطيني الاشياء اللي ديفولت باسورد وبرنترز، حكى لي بالاردن في عندك 40 برنتر شابكين على الانترنت وتقدر تعمل عليهم اكسس مباشره، اليوزر نيم والباسورد تاعونهم ادمن ادمن. يو كان سيرش ذوز ان وان لتر. انا هاي صراحه يعني شلنا ايش الفيرنابيلتيز، فلما جينا طلعنا اتفرج هون لوجن ايش سكسسفول، يعني بدون ما اعمل شيء فايت لوجن سكسسفول. فاتفرجوا قد ايش هذا، لو عملت سيرش على شيء معين اقدر افوت على السيرفرات هذول كاملين باي دوله. اتفرج ما بتقدر تاشر على اي دوله، بيعطيك قد عدد السيرفر وكليك عليها بتكمل على الدوله، تعمل دريل ديب على هذيك الدوله. لو جينا حكينا له قد ايش سيرفر بالاردن افكتد باي وانا كراي، تفرجوا السيرش اللي بحكي له. انا السيرش هذه كاستمايز، بتحكي له الكانتري جوردن، البورت 445 اللي هو تاع الاس ام بي، الاس ام بي فيرجن 1، وفي عليه البلو اتاك. تعريفا هذا هو تعريف الوانا كراي، فيقول لك انه عندك بالاردن 373 ديفايس افكتد باي وانا كراي، بيعطيك الاي بيز تاعهم.
الهاكر من هون بيعمل اتاكس، بيعمل مصاري. الهاكر مش راح يدور ويدور يا ترى الشركه الفلانيه عليها وانا كراي ولا لا، وبدي ادور واعمل ريكونسينس وابلش افوت بالاتاك بستيجز كلها. انا جاي اعمل مصاري واطلع. مين عنده ولا كراي اضرب بولا كراي، شفر معلوماته وقول له هات مصاري. بتهاش اللفه الطويله كثير. ففعليا بيعملها بهاي 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 السرعه. فتفرج عندنا بالاردن قد ايه عندك ديفايس افكتد باي ولا كراي. لو قلت له بدي اعمل سيرش على الفولدرز لناس شابكين على الانترنت سواء لابتوباتهم او البي سيز او السيرفرز وشابكين ومعمول الشير تو بابليك، راح يقول لك بالاردن عندك 41 واحد فاتح. تعرف تفرج هي اسماء الفولدرات تاعونه. والله في مره من المرات عن جد وصلت لواحد فاتح تورنت وخدت فيديو منه. توصل انك تاخذ التورنت فاتح تورنت مفتوح للتورنت للبابليك، تمسك الفيديو تاعه وتعمل له داونلود عندك، مش محتاج اكثر من هيك. وحسابه الانترنت اللي هي تاع الابلود حسابه مش حسابك انت، انت داونلود على حسابك الابلود منه هو. ففعليا تطلع قد ايه ناس. لو فرجيكم انا حطيت هون برنت سكرين، لكن في ناس تقدر توصل للسالاريز تاعون الشركات تاعون تلاقي سالاري دوت اكسل. الفواتير شهر اثنين، فواتير شهر ثلاثة منظمين لك اياهم بس مشان تاخذهم من الشهدان بطريقه صح. لو جيت ايه خلال بالمؤسسة او بالسيرفر، واحد معرف ايش على السيرفر غلط. هل قد يعني فاتح الشير، لما فاتح الشير مش مكنفق الكونفيجريشن تاع الشير بطريقه صح. اليوم لما تفتح على تروح على كوفي شوب وتفتح على الوايرلس تاع الكوفي شوب، مايكروسوفت شو بيطلع لك بيج صار كيف يقول لك بابليك برايفت هوم. شو معناته؟ تعرف شو معناته؟ بابليك معناته انه انا ما بعرف هذا الموقع اللي انا شابك عليه ولا اعرف هذا الوايرلس، سكر كل شيء ودونت ميك اني ثينج، يعني ما تعمل شير لإشي. اذا تقول له برايفت تقول له لا انا هذا الجهاز عادي ومن ضمن نتورك ثانيه، الشير تاعوني اللي على الجهاز افتح لي اياهم للاجهزه الثانيين اللي على الوايرلس وخليهم يشوفوه لانه هذول اي تراست ذم. اذا تقول له هوم تقول له ورك تقول له لا، وكمان غير انك تفتح الشير خلي الاكتف دايركت في جهاز ممكن يجي يتحكم فيك ويبعث لك كونفيجريشن اكسبت هاي الكونفيجريشن لانه انا جزء من شبكه وتراست الشبكه هاي وبدي الكونفيجريشن هذا يجيني من سيرفر ثاني. شوف له كبسه واحده بخياراتك ممكن تفتح كل شيء ممكن تسكر انت كل شيء. الناس باي ديفولت هوم بيفكروها تطلع اسرع نتيجه الانترنت اسرع، ممكن اقول له هوم اعتبرها بيتي فممكن تجيني الانترنت تصير اسرع. ممكن بس انت خليتها هون للهوم، خليتها حسب الاجهزه اللي بالبيت، ممكن جهاز مضروب بيصير عليك الاتاك. لو جينا طلعنا هذول سيرفرات بالاردن وجاهزين للاوثنتيكيشن، مجرد ما كبست عليهم مجرد دخلت اليوزر نيم والباسورد تاعونه او نتفرج اليوزر نيم معرف ومكبوس ويقول لك بس دخل لي الباسورد، يعني انت بدل ما كنتش عارف مين السيرفر صرت عارف السيرفر وعارف اليوزر نيم وضل عليك تو جيس الباسورد. موست بروبابلي سكسيت يو ويل هاف ا باد باسورد يو ويل دايركتلي جيت لوجن. هذول بالاردن مش ببلد ثاني. اذا بدنا نعمل بي ال سي، هاي عندنا بوحده من الشركات دورنا على ديفايس ل متسوبيشي كنترولر خاص بشيء برافعه او شيء معين، فيو كان سيرش وتلاقي البورتس اللي فاتحين عليه وتعمل اتاك على المتسوبيشي بي ال سي اللي بهذاك السيرفر. زوم اي موقع شبيه تماما بشودان بس الكوماندز تاعونه مختلفين، موقع صيني يعني الشودان بيعطيك الجهه الغربيه من العالم بطريقه بيرفكت بس الطريقه الشرقيه من العالم بتلاقي شوي المعلومات تاعته اقل. فاللي بيكمل لك الستوري موقع اسمه زوم اي. طيب نجي هلا على المستوى الثالث من الانترنت، شو حكينا عنه اسمه؟ دارك انترنت. حكينا الانترنت شو هو، حكينا الديب انترنت شو هو، هلا نجي نحكي على الدارك انترنت. ايش الدارك انترنت شباب؟ نون اندكست وريستريكتد. كيف اوصل له؟ نحكي على المحور الاخير اللي هو موضوع الدارك انترنت. حكينا على الانترنت، حكينا على الديب انترنت. الاستاذ هون سالني سؤال كثير مهم، انه انا اليوم لما اخفي الاي بي تاعي وبستخدم الفي بي ان، هل هذا يعتبر انونيموس انترنت ولا لا؟ هذا بيعتبر اللي اذا انت اخفيت نزلت زي برنامج الاوبرا وعملت عليه في بي ان وبلشت تطلع باي بيز مختلفين، هذا ما اسمه انونيموس انترنت، هذا اسمه بروكسي انترنت. لانك انت بالاخير يو ار سيرشينج فور ا بروكسي سيرفر، عند شركه الاي اس بي تاعتك راح يبين انه انت فتت على موقع بروكسي. فبين اذا كان تريس الترافيك تاعك.
الانونيموس انترنت انك فعليا حتى الاي اس بي تاعك كانت تريس يو، فهذا بيسموه انونيموس انترنت. الانونيموس انترنت بدن هون بالدارك انترنت بتو. لما نحكي عن الدارك انترنت دائما بيعطوه شعار ايش؟ اونيون بصل، بيعطوه شعار البصل، يحطوا بصله معناها اونيون انترنت. ليه بصل؟ طبقات، شعري طبقات، حلو. هلا هيك بتصير، انا لو بدي ابعث معلومه لساره، فالمعلومه بدل ما تروح لساره مباشره بتروح ل السيرفر بالقاهره، بعديها بسيرفر ببغداد، بعديها سيرفر بالامارات، بعديها سيرفر باسطنبول، بعديها بانطاليا، بعديها بيرجع ألف محل، بعديها يوصل لساره. فعند ساره راح يبين مين بعث لها المسج، اللي هو سيرفر اسطنبول اللي هو اللي قبل الهوب اللي قبلها. انا راح يبين لمين ما بعث، السيرفر القاهره. فعليا ما حدش عرف المعلومه انه انا بعثت لساره الا ساره وانا باتفاق خارج الدارك انترنت، وانا وياكي راح يصير في تحاور بيناتنا على الانترنت، فهذا بسموه تور او دارك انترنت. هلا الدارك انترنت مجموعه من الحلقات من روتر A لB لC لD، والمسج تكون هي الحلقه الداخليه. ففعليا انت ما بتشوف فعليا بكل، لما تيجي تعمل تريس بتشوف فقط انه اكس بعت لواي، وهل هو اكس، هل هو السورس فعلا قد يكون لا، وهل هو بي، هل هو الديستنيشن فعلا كمان قد يكون لا. الجزئيه الاهم ليش ندخل على الدارك انترنت؟ تتوقع ليش نحن بنروح على الدارك انترنت؟ انونيموس انترنت هاي واحده جول، بس برايفسي الممنوع مرغوب. مثل ايش الممنوع المرغوب؟ شراء وبيع، اشتري وبيع. حلو، خلينا نشوف شو الاشياء اللي ممكن نعملها على الدارك انترنت، بس يعني ما تنصدموا كثير. اليوم انونيموس اني اعملها انونيموس ايميل هي الهدف الرئيسي للهاكرز وليس الانونيموس انترنت. البوتنت اشتاجر واشتري بوتنت، باي سمثينج الليجل، اعمل دارك ماركت، اشتري ديجيتال كراسي ديل من تحت الطاوله، هاكر جروبس. خلينا نبلش اول واحده فيهم ايش؟ انونيموس ايميل. هلا هدول الثلاثة ايميل هم ثلاث انواع ايميلات موجودة بالدارك انترنت، واحد اسمه او 3 ايميل، واحد اسمه بي ايميل، واحد اسمه جي جيت او جيت وي. او 3 ايميل بيستخدم بالعادة من التيرورست، من الارهابيين، بهدف التخاطب بيناتهم. ففعليا التخاطب بيناتهم بيتم بتولز مثل هاي التولز او 3 ايميل. في اشياء ثانية زي البي ايميلر وهو مشهور جدا، وهذه ايه هاي الاكسس عليها بدك تنزل تور براوزر. من التور براوزر اول ما تشبك على ويب سايت مش دوت جوجل دوت كوم، اي شيء دوت اونيون، اي شيء دوت اونيون يو ار ال. فتفرج هذا الويب سايت مش راح تلاقي اليو ار ال تحته والله جيت واي دوت كوم، ما في شيء زي هيك. 6000 كاركتر دوت اونيون، و6000 كاركتر يكون هو الادرس تاعه فعليا بالدارك انترنت الوصول بالادرس. ادرس طويل دوت اونيون، دوت اونيون يعني مثلا فور اكزامبل هذا الادرس يفهم منه انه هذا جيت واي، فبوديك على الجيت واي تول فتبلش انت تشتغل هناك. فهذول ميل انونيموس ايميل. هذول الايميلات لما تستخدمهم فعليا ما حدا يعرف الايميل لمين رايح ولمين جاي، فعليا از نوت تريسبل ايميل. هذول الثلاث انواع از نوت تريسبل ايميل، يعني ما فيهم تريسنج من مره. لو بدي افوت على الماركت اتفرجوا، ممكن افوت على الدرج ماركت، على سوق المخدرات، ابلش اشتري كميات من المخدرات. ففعليا داخل اليوزر نيم والباسورد تاعونك انك عامل سبسكريبشن، وتبلش تشوف مين الديلرز تاعون المخدرات الموجودين حولك، وتبلش تعمل الاوردر للاشياء اللي انت بدك اياها. هلا كيف توصلك ما بعرف، بس فعليا في ديلرز بالاردن يكونوا معروفين لهم ويوصلوا لك البضاعه على مكان معين انت تكون متفق عليه بهذا الماركت. جينا هون نتفرج وشو في ينباع. تقدر تشتري ذهب، ذهب مسروق ولا ذهب مش عارف ايش، تقدر تشتري العملات قديمه مش عارف شيء. هون تقدر تشتري بضاعه قد تكون مسروقه او بضاعه تكون بمكان معين وتقدر تشتريها من الماركت. هذا بسموه ايش؟ وول ماركت. هذا اسمه دريم ماركت فور دراج، دريم ماركت فور دراجز. هذا اسمه وول ماركت. طب شو رايكم بقطعه الشروه هي مرتب؟
get access to any phone by bus bus code hacking instant deliver. اعطيني رقم تليفون بدك تخترقه واخترق لك اياه بمقابل قد ايه؟ 3.49 دولار. هو انت ما بتدفع بالدولار، تدفع بالبيتكوين او باي عمله رقميه، بس تطلع فيه immediate delivery، دخل رقم التليفون مباشره يخترقوا لك اياه ويعطوك اكسس عليه. هذا اسمه امباير ماركت، هذا اسمه امباير ماركت. السوق اللي وراه حلو، سوق سلاح. هذا اسمه جن ماركت، تقدر تشتري قطع اسلحه بهذا الشكل، يعني تفرجوا اسلحه متطوره تقدر تشتريها باسعار معينه. وهذا على فكره تفرجوا الايميل كيف يكون مكتوب الايميل، هذا ايميل البائع، تفرجوا ايميل البائع كيف تقولوا، مش ايميله ماجد@x.com او علي@y.com، تفرجوا الايميل قد ايه حجمه طوله، هذا بال يعني بسيجنتشر كامل بيكون الايميل، ما في ايميل يكون بالاسم. فهذا يسموه جن ماركت. هاي طبعا بريتا برضو ما كانت معروضة بسعر 500 دولار قطعتها، يعني اللي بيعرف بالأسلحة أوتوماتيك وهيقد حجمها 500 دولار معروضة للبيع وكان بايت. فالدارك انترنت في عليه كامل الأشياء هاي، يمكن بايا بوتنت، تقدر تشتري أكس على سيرفرات، تقدر تشتري ديستت يوزر نيم وباسورد اللي تم اختراقهم. يعني أنا اليوم لو الإيميل تاعي مخترق وبدي اعرف او ايميل واحد مخترق بدي اعرف شو الباسورد تاعته كانت لما اخترقوا الهاكر، بروح اشتري اكسس على داتابيز فيها اليوزر نيم والباسورد تاعون الايميلات المخترقه. هاي لها داتابيز وتنباع بالسوق السوداء عادي، يعني بدولار يو كان جيت داتابيز لكل ايميلات ياهو اللي تم سرقهم بالزمانات. هل الزلمه او صاحب الايميل غير الايميل ليتر اون، ما غيرش الايميل، ذس از سمثينج ديفرنت، بس بالاخير يو كان باي ذا ايميل اند باسورد لحظه ما صار الاتاك، ممكن قبل شهر، ممكن قبل يومين، ممكن قبل اسبوع، يو كان باي. فهاي بسموه دارك انترنت. فعرفنا شو الفرق بين الـ بين الـ بين الـ الانترنت العادي والديب والدارك. هلا ان ك بلاش نسميهم ك يعني ايثيكال هاكرز، انو افضل استخداما؟ جوجل والدارك والديب انترنت. يعني الدارك انترنت ممكن انت كايثيكال هاكر مش كتير تحتاجه، وجودك على الدارك انترنت ما بتفكر انه ادفانتج لك، قد يكون ديس ادفانتج كامله لك، لانه فعليا انت مع ناس عباقره بالاتاكس بطريقه مختلفه تماما، فيتلاقي الجهاز تاعك صار اتاكت بلحظه، وصرت بدل ما كنت جاي تشتري صرت سلعه من اللي صارت تنباع وتنشر بهذيك اللحظه. ففعليا الدارك انترنت مش شيء سهل والله تحكي انا اي نيد تو اكسس. انا لما اكسس دارك انترنت بي سي مفصول تماما، ما بستخدمه ولا استخدام ثاني، ما عليهوش ولا معلومه ثانيه، بس مش بكون دارك انترنت. وفي ام وبعد بعد ما اخلص منها بعملها دمج تمام، مشان ما 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 ابلش فيها. ايه اشتغلت برتبه. شوف احيانا يو تريس بيبل عندهم تولز، احيانا تريس بيبل عندهم سكريبتس، احيانا تسمع عن اتفاقات بتصير على الـ على الـ على الدارك انترنت. بيوم من الايام تاخذ اكسس في شيء اسمه دارك انترنت فيزيبيليتي تول، حق اللايسنس تاعتها 100 ولا 120,000، بس لما تاخذ اكسس عليها مره تحكي لهم اسم شركتك، بيحكي لك شو في تخطيطات بالمستقبل خلال الفتره القريبه على التاك على الويب سايت تاعك، بيكونوا زارعين ناس بالدارك انترنت وبيحللوا بيحطوا المعلومات. فتخيل لما تقول مثلا اسم شركه اكس، يقول اسم شركة إكس ورد اسمه بالخطة الفلانية من الجروب الفلاني لما يعملوا أتاك على الدولة الفلانية، وشكل الأتاك راح يكون 1-2-3 قبل لا يكون الأتاك بيصير. المعلومة هاي كتير بتسوى، فبتغامر مشانها بعض الأيام تم المغامرة مشان. طب ليه وصلنا لمرحلة إنه السايبر سيكوريتي صارت كتير هيك كومبليكيتد؟ هلا ما نجي نخفي إنه بالعالم صار في شيء اسمه ديجيتال ترانسفورميشن، العالم اتجه تماما نحو الديجيتال نتورك، الديجيتال بيبل، كل اشياء بحياتنا صارت عباره عن ديجيتال. فكل ما زادت الاعتماد على الديجيتال راح يزيد عندنا عنصر سايبر سيكيورتي ويكون كثير مهم. اليوم معظم الناس تعمل ديجيتال ترانسفورميشن، الديجيتال ترانسفورميشن يطلع منها ريسك كثير عالي بالسايبر سيكيورتي. الشركات والدول بتحط كومبلاينس على الاشياء اللي المفروض تنعمل، فبصير مطلوب منك لما تعمل ديجيتال ترانسفورميشن تاخذ السايبر سيكيورتي ريسك وبتعمل كومبلاينس مع الستاندردز اللي المفروض تعملهم. بنفس الوقت يكون في عندك a lot of control حتى تعملهم من الاخر.
ففعليا المين درايفر مزاد الافكت على السايبر سيكيورتي ان احنا تحولنا لديجيتال ترانسفورمر كنتورك وكاشخاص. اطلعوا على هاي الصوره بتعبر تماما شو بتصير بالبي ار. كنا ماشيين تليفوناتنا وممكن ما نشوفش في سيارات اصلا حوالينا، حتى لو انك ماشي بالشارع ممكن ما تطلع بالشارع. ففعليا اذا النتورك صارت ديجيتال فاحنا كمان كبيبل صرنا بنحب نمسك الديجيتال، بنمسك ماسكين التليفون 24 ساعه ونشتغل عليه. ففعليا this make our life يعني على السايبر سيكيورتي صارت على المحك فعليا. انت يوم يوم if you lose cyber security control you might have a dead. تعرفوا واحده من اليوز كيسز تاعون 5G اللي هي الهيلث التحكم بالاجهزه تاعت الطبيه. ففي واحده من الاجهزه الطبيه اللي تم اختراعها هي منظم لضربات القلب، وهو عباره عن IoT device. فالIoT device هذا مركب على البني ادم المصاب بمرض القلب، الدكتور يقدر ياخذ القراءات او المستشفى ياخذ القراءات اونلاين وريال تايم. تصوروا انت عملت اتاك على الجهاز هذا اللي بينظم ضربات القلب هذاك البني ادم ووقفته، انت قتلته. معظم شركات السيارات هلا حاليا بيجوا مشحون داخل السياره زي السيم كارد معرف على واحده من شبكات الاتصالات بهذيك الدوله. تصور يصير اختراق لنظام السياره. نظام السياره عباره عن كمبيوتر، وانا احكي له افصل البريك، البريك له سنسور معين او له شيء معين افصله. ايه بيصير البريك ما عاد يجاوب، يلا الزلمه هذا دعس بريك ما فيش توفى. ايه خلينا على السي في تو. ففعليا اليوم ما ناخذ تطبيقات السايبر سيكيورتي انها راح تاثر فقط على تكنولوجيا وداتا ليكج واشياء، لا، راح توصل ليوم معين خلال الايام القادمه مع الاي او تي راح توصل لمرحله انها تاثر على حياتنا. راح تصير تاثر عن جد على حياتنا، ممكن تقتل بني ادم عن طريق سايبر سيكيورتي. وعلى فكره في فيلم مش متذكر اسمه كان يتمحور حول هذا الموضوع، انه اخترقوا ديفايس طبي لبني ادم وحاولوا قتله. فمش متذكر اسم الفيلم بس هذا الشيء عملوه كموفي. اذا عملوه كموفي يعرفوا انه نيكست ستيب راح يكون موجود يعني. اها ما احنا هذا اللي جينا عليه. هل احنا اليوم كان يفتحون يسكرون ففعليا تطلعوا انت اليوم هي السايبر سيكيورتي هيك صارت كومبليكيتد. اليوم انت سالت سؤال كثير مهم، شو راح نعمل اليوم؟ مش هيك احنا اليوم هذا المحاضره اللي احنا فيها هي هدفها نحط اللاندسكيب والايش اللي موجود على ارض الواقع. خلال الفتره الجايه راح نعمل محاضرات خاصه بموضوع الديفنس، كيف ادافع عن النتورك تاعتي وكيف ادافع بالتكنولوجيا الصح وكيف استخدم البني ادم اللي موجود معي بالشركه كفاير وول اصلا قبل اجيب التكنولوجيا واحط التكنولوجيا اون جراوند. فالبني ادمين كيف ممكن اعملهم، البروسيس كيف ممكن اعملها، التكنولوجيا كيف ممكن اعملها، هاي راح تكون بمحاضرات قادمه ان شاء الله وقريبه جدا. اخر واحده اللي حابب تتفرجوا عليها اطلعوها هذه افري مينيت، هذه بسموهم دوم، شركه اسمها دوم عالميه بيطلعوا استاتستيك على كل دقيقه بتصير بالعالم. بيحكي لك نهايه 2018 بكل دقيقه العالم بيعمل 4,333,560 يوتيوب كاست. بالدقيقة الواحدة أمازون بيعملوا 1111 شيبمنت. الأمريكان بيستخدموا 3 تيرا بالدقيقة الواحدة من الديتا. التويتر 437,000 تويت بالدقيقة. الانستغرام 49,000 فوتو زيادة جديدة بالدقيقة. ايش في جوجل طلعوا هالرقم 3,800,000 سيرش بكل دقيقة المعدل. فتفرج على كمية الداتا. على فكرة في ستاتستيك بتجنن بتحكي لك انه 90% من الداتا الموجودة حاليا بالعالم تم اختراعها في اخر سنتين. 90 بلس من الداتا الموجودة بالعالم تم خلقها باخر سنتين. يعني قبل سنتين ما كنا نشوف اليوتيوب هذول كلهم، فتفرج اليوتيوب يعني مالك تعمل سيرش على مسلسل العلم والنور اللي بسنة 92 ولا سنة 90 بتلاقيه موجود يوتيوب. لا مش كوانتيتي فقط، مو كوانتيتي انت احصائيات بس الداتا هاي مش هتكون مش بس احصائيات. انت اليوم اذا تطلع مثلا اذا جوجل بينعمل عليها 3,800,000 سيرش بالدقيقه معناته بروبلي في عندنا 3,000,000 واحد قاعدين بنفس اللحظه على جوجل بيستخدموا جوجل، كل واحد فيهم دخل معلومه على جوجل. انت تعرف مين يعرف القصه اللي صارت لما اتهموا الفيسبوك بمحاباه بالانتخابات الامريكيه؟ مين يعرف القصه بالضبط كيف هي؟ كيف هي؟ هي شركه بالضبط هم
جابوا جوجل جابوا داتا سيرس، ناس متخصصين بالداتا سيرس، واعطتهم جوجل الدم 80 مليون بني ادم من ولايه متارجه، في ولايات كيسانو ولايات متارجه مش معروفه هي عفان او عفان، فاعطوهم 80 مليون سبسكرايبر موجودين بهذيك الولايه. فباخر شهرين عملوا عليهم استدي كامله، طلعوا بالضبط يعني علماء نفسيين انه لو اعطيتهم المسج الفلانيه بالخطابات تاعتك تأثر عليهم بصورة معينة على هذول الناس، فغير الخطابات تاعته لآخر شهرين بحيث إنه أثر على هؤلاء 80 مليون وحولهم جذبهم لمصلحته. شوف من فيسبوك جوجل بتحكي كلمة من 20 سيرش they can judge your personality، يقدر يحكموا على المصلحة العار وتفهم أكثر مع شوية بس تحكيم بالضبط. جوجل بتعرف عني أكثر من أقول أمي ممكن يكون يعرفوا عني، الداتا ساينس الموجودين هناك شو ممكن يكون يعرفوا عنا معلومات. الروس كمان برضه بهذا نفس الاتجاه اثروا على الناخبين الامريكيين. بس شوف هي هي اللي حققوا مع 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 رئيس التنفيذي لشركه فيسبوك اللي كانت هذا هدفها، اخرجوا المعلومات لشركه داتا ساينس، وداتا ساينس هو حامل الداتا بالكامل، واعطوهم يعني كي مسجز واضحه انه غير الدنيا هاي بالكامل. انا البرزنتيشن اتوقع ان احنا بالنسبه لنا هلا شو دورهم كان في العفوا اذا كان في لا الروس كان هدفهم هي اتاك ايميلات وتطليع ايميلات من شخص، صراحه هم اخترقوا ايميلات للحزب الديمقراطي ونشروها للببليك عن شيء وسخ لهم. اي زي